فقرة الأكل الصحي بكالوريز أقل أو سعرات حرارية أقل مع رزان. كيفك رزان؟ أهلا، كيفك رندا؟ تمام منيحة. كثير محضرتين لإشي بشهي. أول شيء شفت إشي تشوكلت. أول شيء شفتي قبل المين كورس، المفروض تشوفيه بعد. أول شيء تشوكلت موز. رح نعمل تشوكلت موز. تشوكلت موز الحلو بشوت، يعني حاطينهم بكاسات صغار. هلا هاي إلها معلومة كثير مهمة، بس تحكي الطبق الثاني أول بدك؟ أوكي، نحكي الأول الطبق الثاني اللي هو الطبق الأولاني، هو الباستا سالاد. بالضبط. هلا هذا طبق يعني فينا نستعمله بارد، فينا نستعمله مثلا بالعشاء إذا بدنا إشي خفيف كثير. أوكي. إذا يوم كنا معزومين مثلا نتغدى عليه، إذا كنا رح نتعشى إشي كثير ثقيل، فهو طبق خفيف وبارد، وفينا نغير كمان بأنواع الخضرة اللي إحنا بنحطها فيها. أوكي، اللي هي سلطة معكرونة مع تونة. أو باستا سالاد والتونة. بالضبط. أوكي، نمشي على المكونات. يلا مكونات هي كالتالي. رح نحتاج، هلأ رح تطلع معانا على الشاشة مكونات سلطة المعكرونة. رح نستعمل أنواع مشكلة من الخضار. أول شيء بدنا 500 جرام معكرونة أو كيس معكرونة مسلوقة، كوب بازيلا، وكوب جزر، وكوب ذرة، وعلبة صغيرة تونة من المعلب في الماء لأنه بيكون مش بالزيت، يعني بيكون أخف، وحبة فلفل أخضر مقطع على مربعات صغار نفس تقطيعة البازيلا والجزر. بدنا شوية بقدونس للزينة ونعناع، بعدين بدنا شوية ملح قد ما بدنا، فنجان صغير هلأ الدريسنج أو التدبيل اللي هي ملح، فنجان صغير ليمون، معلقة كبيرة زيت زيتون. اوكي رزان، هلا يلا شو فائدة الشوتس تبعون التشوكلت؟ هلا فائدتهم انه دائما نحن اذا حابين نعمل إشي طيب وفيه سعرات حرارية اكثر، يعني مثلا زي التشيز كيك او هاي الاشياء اللي كثير عالية السعرات الحرارية فيها، حلو نقدمها بكاسات صغيرة. لما بنقدمها بكاسات صغيرة بتصير انت تعرفي الحصة تبعتك، وما بتضطر تحطي كمية كثير كبيرة من الإشي الفاتي. صح. مثلا الكريمة او شكلها احلى، وشكلها احلى، والواحد خلص بحس انه اخذ وحدة اكتفى فيها عشان يدوق العشرة الباقيين. لا هي واحدة. أوكي. نبلش هلا معكرونة. هلا رح نبدا بالمعكرونة. اول شيء انا اليوم استعملت معكرونة قمح. هاي قمح عشان هيك هاي قمح لونها اغمق شوي، علشان ندخل شوية الياف اكثر كمان بالطبق تبعنا. انت جبتيها مسلوقة؟ طب انا بس بدي ادوق ايش طعمها بفرق. دوقيها، ما بتفرق كثير وأفيد شوي أكتر. هلأ إشي تاني كمان ضروري بهيك سلطات باردة، إنه لما بنسلق المعكرونة بنسلقها مش كتير طرية، يعني دايما الإيطاليين بفضلوا اللي بنسميها ألا دونتي، اللي المعكرونة بتقرشيها لسه بتحسي فيها أكتر. هي بتعطي أسكى. مزبوط، أسكى طعمتها، مش بتكون كتير طرية بالصوص اللي عليها أكتر. بالضبط، ولأنها كمان رح تحطي معها كرنشي خضار برضه لسه مش كتير طرية، فبتكون أطيب. هلأ اللي رح نعمل أول شيء بدنا نسلق البازيلا والجزر لأنه هذول مفرزين. بالضبط، بنسلقهم مع الذرة علشان ياخذوا نكهة أطيب. بنحطهم بالمي السخنة لينسلقوا. ايش هالمرايين هدول؟ هلا بدي البسهم، بس بدلشنا قبل. لا، وكمان بنحط الذره. هلا بدنا نبدا نعمل الدريسنج تبع الباستا تبعنا. اوكي، ايش الصلصه؟ الصوص كثير سهل، هو عباره عن بس ليمون وزيت وملح. زيت ومعلقه واحده بس زيت استعملت. بالضبط، معلقه زيت، معلقتين زيت اكشلي لانه الكميه كثير كبيره. لانه بدي اقول لهاي الكميه تقريبا معلقتين زيت زيتون وفنجان ليمون. نخلطهم مع بعض. ممكن ندخل خل كمان شويه رندا، هون زاكي بيطلع. ورشه ملح. هلا دائما اضبط الدريسنج تخلطيها كلها لحالها افضل، علشان بتحسي انها بتتوزع كليتها مع بعض. وانا كمان ما بحب كثير نصفي عم نخلط الخضار، يعني كل ما ضليتي تحطي مثلا زيت وتخلطي وتحطي خل وتخلطي او هيك، رح الخضار والسلطه نفسها كثير تلزق بعضيها وما تعودي فريش. صح، فدائما احسن انه انت ترشي الدريسنج او الصوص على وجه السلطه وتتركيها هي تنقع وتتشرب. بالضبط. معنا كمان اتصال. هلو. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير. كيفك رندا؟ اهلين حبيبتي، مين معي؟ معك حنين. اهلا يا حنين، كيف حالك؟ الاحمر الحلوات. شكرا حبيبي. شكرا، عيونك الحلوين. الله كيفك؟ منيحه؟ انت ورزان؟ والله تمام الحمد شكراً لله. شكرا. تفضلي. صباح رزان.
هيا سمعتك رزان. اهلا حنين، صباح النور، كيفك؟ اول شيء بدي اشكرك كثير لانه انت عن جد بتهتمي في اللي عم بيسالوا، ولما حكيناكي ما تاخرتي ومشي كثير لإلك. اكيد احنا بهمنا تستفيدوا. الله يسعدك يا رب، بس بتعرفي الجو مرض وهيك وكله هذا امراض. سلامتك. الله يسلمك. بدي اسالك هلا ايش الشغلات اللي ممكن مثلا من الفواكه او الاعشاب بتعطي شويه مناعه؟ يعني انا هيك شوي تعبانه ومكربه، بتعرفي الساعلي، عم بحاول اخفف ادويه واخذ شويه أعشاب، بس بخاف في أعشاب بيحكوا ممكن أنها تكون ضارة أو تعرفي على الحوامل هيك، فإذا تنصحينا هيك كمان. أكيد. نصيحة. هلا كثير لإلك. أهلا حنين. أوكي شكرا حنين. رزان بتجاوبك إسماعيل من التلفزيون، شكرا لاتصالك. مزبوط يعني هات هلا هلا هذا الجو عم يتغير الطقس أكثر. هلا أهم إشي دائما أكثر الفيتامينات اللي بتساعدنا لنقوي مناعتنا هي فيتامين A و E و C والسيلينيوم والزنك، هذول فيهم أنتي أوكسيدنتس كتير. هلا أنا طبعا الكل معروف قد إيه نحن دائما بننصح بفيتامين C عن طريق البردقان، عن طريق الليمون، إذا كل الحمضيات، الحمضيات بشكل عام، حتى الفراولة اليوم طبقنا فيها فراولة كمان غنية بفيتامين سي، فهي من الأشياء اللي بننصح فيها. قد إيه يعني بده الواحد ياخذ فيتامين سي؟ لو أخذت جرعة، هلا احنا بحاجة ل 60 ملي جرام يوميا من الفيتامين سي، يعني تقريبا لو أخذتي بردقانتين، أخذتي فلفل أخضر حلو، بتكوني عم تاخذي الجرعات الكفاية من فيتامين سي. هلا بنصحها كمان إنه تشرب الأشياء السخنة الدافية، لأنه بتساعدها تطري حلقها حتى ما يصير كمان أكثر زي شو يعني الزعتر، شو أحسن شيء؟ الزعتر، البابونج، الشاي الأخضر كمان، لأنه الشاي الأخضر كتير غني بال برضه الأنتي أوكسيدنتس، المواد المضادة للأكسدة، فهي بتساعد جسمها يتقوى أكثر ويقاوم المناعة. وسلامة الكل اللي بيرشحوا هلا. هو مزبوط، إذا الواحد بده فيتامين سي كتير وما بدك حلو، الفلفل الأخضر، فلفل أخضر كتير غني، أكثر من البرتقان كمان فيها، أكثر من البرتقان يعني. الفلفل الوحدة الخضرة زي هاي مثلا هلا اللي مسمينها فيها 100 ملي جرام، بينما البرتقان فيها تقريبا 60 ملي جرام. فعلشان هيك كل ما أخذنا أكثر خضار، يعني طبق اليوم خاصة إنه ما بنطبخه، يعني فيتامين سي معروف قد إيه كتير بسرعة بيخرب إذا تركناه بالهواء أو إذا طبخناه تعرض للحرارة، فعشان هيك دائما الفلفل الاخضر بناخده اذا بسلطه بيساعدنا كثير، او بنقسمه هيك بنقسمه صغير. هلا خلينا نبدا بالباستا. الباستا هي بس مسلوقه كانت زي ما قلنا، بنحطها بالصحن تبعنا. بتحطي عليها شوية زيت زيتون بعد ما تخلصي سلقها ولا لا؟ عشان لا تلزق. كيف ما تلزق؟ هيها هلا لما بسلقها رندا بحط عليها بس شوية ملح وبحط عليها زيت. شوية زيت بالضبط، زيت زيتون بالسلق، بس مش بعد السلق. هلا بعد السلق بس على طول دائما لازم اول ما تقيميها من الميه السخنه انك تحطي عليها مي بارده علشان اول شيء ما تلزق بعضيها، عشان هيك وشيء ثاني كمان لانه هي كانت بمي سخنه، اذا بتتركيها سخنه بتطرق اكثر، فاول ما تحطي عليها المي البارده زي ما بتوقف عمليه الطبخ وما بتلزق بعضيها. وبس مثلا هاي انا عملتها امبارح، بترجعي ثاني يوم بس اغسليها بالمي البارده بترجع لحالها على طول بتتفرفد وما بتلزق مع بعضيها. نصيحه حلوه. معنا ميساء. هلو. 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 اهلا وسهلا ميساء. مرحبا، كيف حالك؟ منيحه، كيفك انت؟ تمام الحمد لله، يعطيكم العافيه. الله يعافيكي، شكرا. اول شيء بدي اشكركم كثير على هذا البرنامج لانه عن جد رائع يعني. شكرا شكرا. يعني أنا كل يوم بصحى الصبح اول شيء بعمله بحط على رؤيا. ممتاز، شكرا، ان شاء الله بتعجبك الفقرات. كثير حلو صراحه، يعني عن جد شيء بيرفع الراس. شكرا حبيبتي، تسلمي، هذا من ذوقك. بدي اسال عفوا عن السمك المشوي. اسالي بدك. رزان، هاي رزان معك عم تسمع. اهلا ميساء، كيفك؟ رزان كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ تمام، يعطيك العافيه، كثير الله يعافيك صراحه. شكرا لك. رزان بدي اسالك، السمك المشوي والقريدس كثير فيه سعرات حراريه او نسبه دهون عاليه ولا انه خفيف؟ أوكي. يعني إذا بقى واحد عامل دايت وبتعشى سمك فرضاً مشوي، وأنواع السمك كمان إذا عندك فكرة. أنواع إيش؟ ما سمعت سوري. يعني في أنواع سمك معينة فيها دهن أكثر من الباقي؟ اوكي هلا بحكي لك. اوكي ميساء شكرا لاتصالك، وهلا رزان بتجاوب من التلفزيون اسماعيلنا. شكرا لكم، يعطيكم شكرا، اهلا وسهلا ميساء. ثانك يو. هلا السمك من الاطباق اللي اكثر شيء صحيه، يعني خاصه للناس اللي عاملين دايت. بالعكس لسه يمكن ما استوت ايش رايك مثلا عليها. السمك من الاطباق اللي اكثر شيء صحيه وخفيفه، وبالعكس انها تاخديها مشويه كمان عم تستفيدي منها اكثر. يمكن فيها شويه نسبه دهون لكنها مش زي اللحمه والدجاج اقل، والدهون اللي فيها الاهم انها دهون غير مشوية.
مشبعة، يعني دهون ما بتأثر علينا من ناحية الأمراض الكوليسترول والقلب، فهي دهون صحية وبالعكس بتحمينا كمان من بعض أنواع السرطانات، فهي غذاء كتير منيح. ونفس الشيء الشرمس، الشرمس فيها نسبة الكوليسترول أو بيأثر على ارتفاع الكوليسترول شوي، فعشان هيك إحنا بناخده بكميات أخف. هلا بالنسبه للسلطه تبعتنا حطينا الباستا والفلفل، هلا بنوزع بينهم التونه. رح تخلي كله على الوجه ولا رح تخلطي؟ بنقدر نرجع نخلطهم. انت ايش بتحبي؟ انا بحب اول شيء اخليهم هيك بعدين اخلطهم. اوكي، يعني بس بدنا ناكلهم بحب ارجع اخلطهم مع بعض، لانه فيها تونه ضروري يكون الليمون كتير. هلا عشان هيك رح احط هلا طبقه ليمون مع قبل ما قبل ما احط الخضره. انا وياكي معناته بنشتغل زي بعض. بحس دائما بنحطها على الليفنز بده ليمون يعني. بدها حتى انا مرات كثير ممكن لو مش حاطه زيت ممكن اتبل الليمون في التونة. أيوة في التونة. بس هلا لانه بدي الخضره والباستا بالذات تاخذ اكثر من طعمتها. اوكي هلا بنحط شوي نص الكميه من الليمون والزيت. بدي افقد لك الخضره هاي خضار. أظني صارت منيحة. بس بدك تبرديها، بإيش أحط لك إياها؟ في مصفاي، في مصفاي حطيتها هون بنخفيها فيها. حتى ألوانها طيبة ومشهية. هلا خلطت أول طبقة مع الليمون والبصل. هلا هذا بدك تبرديه شوي قبل ما تحطيه على التونة. لأنه التونة بتزنخ بتزنخ إذا حطينا عليها شيء سخن. حلو. وهذا تفاعل كيميائي على فكره بيصير. عن جد عيدي لي اياها، هاي تفاعل كيميائي حبيتها. السخن مع الاشياء اللي فيها بروتين كثير عالي خاصه زي الدجاج مثلا، عشان هيك على طول بتزنخ. بدك تزيدي تحطيها هناك، شو رايك؟ اوكي فاين. يلا عشان نحط عليها كمان شويه مي بارده. ونحطها على الصحن. طيب هلا بنحط عليها مي بارده وراح تديريها هون. يس. قلتي لي هو تفاعل كيماوي بيصير بين اي شيء سخن وشيء فيه بروتين عالي. بالضبط. وهذا التفاعل كمان رندا irreversible، يعني ما فيك ترجع تعكسي. خلص يعني اذا زنخ خلص ما فيك ترجعي تستعمليه مره ثانيه. فعشان هيك لازم نبرد هاي. بنبردها على طول. هلا بعد ما بردناها بالمي بنرجع بنحط كمان طبقه فوق الباستا. حلو. وطبعا فيكي تشكلي بانواع الخضار. بتعرفي حبيتها اليوم بدي اعملها اتعشاها. طيبه كثير. هلا انا كثير مرات كمان رندا بغير بانواع الخضره. زي شو ممكن؟ يعني مثلا ممكن تحطي الفاصوليا البيضاء، ممكن تحطي الفاصوليا الحمراء، ممكن تحطي الحمص الحب معاها كمان، بيعطيها برضه نكهه مختلفه. وكله بيزبط له نفس الدريسنج اللي هي ليمون وزيت. الدريسنج الاساسي هذا الخفيف، يعني اخف الدريسنج شوي زيت اللي بنسميه فينيجريت، زيت وليمون. اذا بدك تقللي كميه الزيت اكثر رندا فيك تضيفي خل شوي اكثر علشان برضه تضلها صوص. هلا اسمعي بس، هو انا بعرف انه لما بتحطي خل وليمون بتعادلوا بصير لا حامض ولا. بالضبط، بصير طعمته حتى اثري، بتحسي فيها شويه حلاوه اكثر. بيعطش يبين الليمون لما بتضيفي له خل، بتعادل بصير حامض. لا بضل حامض بس بتصير الحموضه مختلفه طعمتها، يعني ما بتعود حاده لتسي، يعني ما بتحسي بالحموضه اللي ممكن تضايقك. هلا حطينا البقدونس ونحط كمان النعنع. اوكي بنزين فيه وبنخلطه مع الطبقه اللي على الوجه، بنحاول يكون ورقته كمان كبيره مش صغيره. حلو. وبنحط بقيه الدريسنج، طبعا احنا الملح اوريدي حطيناه مع الدريسنج، احنا خلطناه كلياته مخلوط جاهز، ليمون وزيت وملح. حلو، يسلموا ايديك. شو شكله؟ بشهي صحي. سلطه خفيفه كثير وممكن تتقدم هاي بتشبع، فيها بروتين وفيها معكرونه. بالضبط، طبق كامل متكامل خضار ونشويات وبروتين. ثانك يو. شكرا. هاي اول طبق لليوم. اورايت، يسلموا ايديك. هلا نبلش بالشطس، ناخذ فاصل ونرجع نكمل الحلو اللي هو حضرنا الطاوله. شوكليت موس شوتس. اوكي